تاني فستان للأميرة ديانا كان الفستان اللي هي كانت رقصت فيه مع الفنان جون ترافولتا في حفلة في القصر الملكي، وكانت قصة لطيفة قوي ان هو عرض عليها الرقص وقعدوا يرقصوا لمدة ربع ساعة، وبعد ما خلصوا الرقصة هي قالت له انا اتبسطت جدا ان انا رقصت معاك الرقصة دي، وفستانها ده كان كحلي داكن واتباع في دار للمزادات. رغم ان هو عدى عليه 34 سنه بس اتباع في دار مزادات بتقريبا 280 الف دولار امريكي، فغالي جدا. بس فكره اصلا انه خلاص يعني اللي تتطلق او اللي جوزها يخونها تلبس اسود ولما يموت برضه تلبس اسود، ما تلبسيش علينا الوان تانيه.